تدعوني يا الصالحين. قال في مسنده وما هو رجع تاني فضل. وما زلنا في الباب الثالث في إزالة النجاسة. قال رحمه الله الفصل الخامس في العرق. نعم. قال رحمه الله يعني في العرق ما حكم العرق؟ نجس طاهر من الوضوء وما ليس من الوضوء واحد. قال رحمه الله هذا الفصل لم يرد في المسند فيه حديث. قال وقد روى فيه المزني رحمه الله عن الشافعي رحمه الله عليه عن عبد الوهاب عن أيوب السختياني عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم سليم رضي الله عنه فتبسط له نطعا فيقيل عليه صلى الله عليه وسلم فتأخذ من عرقه فتجعله في طيبها وتبسط له الخمرة فيصلي عليه صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي رحمه الله في رواية حرملة رحمه الله هذا ثابت ولا أحسب أم سليم تجعل عرق رسول الله في طيبها إلا أن تعلمه وفي ذلك دلالة على أن العرق ظاهر. نعم جزاك الله خير. الحمد لله هذا الحديث قال في رواية حرملة هنا في رواية حرملة هذا ثابت ولا أحسب أم سليم تجعل عرق رسول الله في طيبها إلا أن تعلم أن تعلمه بذلك. هذا الحديث فيه مسائل كثيرة. المسألة الأولى بيات النبي صلى الله عليه وسلم أو نوم النبي صلى الله عليه وسلم في فراش أم سليم. أشكل العلماء جدا هذا البيان فأجابوا عنه بإجابات. الإجابة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم محرم لكل امرأة وهذا غير وارد. لو كان محرم لكل امرأة ما قال للنساء ارجعن فقد بايعتهن. وما كان قالت عائشة ما مست يد الشريفة امرأة قط يعني لا تحل له فليس محرما لكل امرأة. ولو كان محرما لكل امرأة لاستقر في نفوس الصحابة انه يخلو بأي امرأة. وتعلمون انه لما كان مع جاءت صفرية جاءت تزوره في معتكفه ومر الرجال فقال على رسلكما انها ايش صفية على رسلكما انها صفية فأراد أن يبين أنها صفية من باب حسن الظن. ولو كان محرما لكل امرأة ما قال لهم ذلك. وصحيح أن هناك محرمية بين أم سليم وبين النبي صلى الله عليه وسلم من رضاعة. هناك محرمية بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أم سليم من رضاعة. نام النبي صلى الله عليه وسلم على فراشها وعرق فأخذت تأخذ عرق النبي صلى الله عليه وسلم وتعصر تأخذ عرق وتعصر. قام فزع فقال ما تفعلين أم سليم؟ قالت عرق النبي نتبرك به. وقالت نرجو بركته لصبياننا. قال أصبت. إذن البيات كما قلنا في محرمية. الأمر الثاني التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا هذا بالإجماع. الإجماع التبرك بذات النبي صلى الله عليه وسلم والتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. وكانوا يأتون بالصغار يحنكهم النبي صلى الله عليه وسلم تبركا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكانوا يأخذون شعر النبي صلى الله عليه وسلم يتبركون به. أحمد كان معه شعر يضعه تحت عينيه وهو يجلد. وكانوا يتبركون بريق النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقعت في يد أحد دركها وجهه وجسده. ولذلك لما حنق النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحلاق أن يوزع شعره عليه. وفيها أن العرق طاهر ولا يقال خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفيها أن العرق طاهر وحق الأمر عرق الآدمي طاهر. وإلا الإنسان في الحرب لا سيما في المدينة يعرق. وكانوا يأتون بعرقه من العوالي لصلاة الجمعة. قال لو اغتسل أحدكم حتى لا تنزل الآخرون بالرائحة لو اغتسلت في يومكم هذا. ولكن لم يمر أحد أنه في كل ما يعرق أنه يغسل المحل يغسل الثوب. ولو كان لكانت المشقة أعظم مما تكون. قالت وتبسط له الخمرة فيصلي. طبعا هنا فيها الاحتفاظ بعرق النبي صلى الله عليه وسلم. الاحتفاظ بعرق النبي صلى الله عليه وسلم. وأم سلمة أيضا كانت قد احتفظ بعض شعر النبي صلى الله عليه وسلم في جلجل من فضة. استدل به من قال بجواز استعماله. في قولي وتبسط له الخمرة فيصلي عليها فيها دلالة على جواز الصلاة في الخمرة. والخمرة هي حصير صديد بخاض الكف من ليف أو فوس. وكان النبي يصلي عليه أي فيها من تواضع النبي ما فيها. لكن يجوز أن يصلي على شيء من ذلك
وهذا أيضا يدلك على جواز الصلاة على السجاليد التي نحن فيها الآن، أو فرش المسجد بالسجاليد وكانت طبقات عليه، يجوز الصلاة عليه ما دام قد مكن الجبهة والجبين في الأرض. وفي الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وحب النبي لقومه ولرعيته وإعطاء النبي صلى الله عليه وسلم عرقه وشعره الذي حلقه لجميع صحابته. الفوائد المستنبطة: العرق طاهر، جواز التبرك بكلية النبي صلى الله عليه وسلم بذاته وبآثاره. وأيضا من الفوائد المستنبطة حفاوة الصحابة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من حسن الخلق. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيت أم سليم فينام على فراشها كما قال الشافعي، وليست فيه قال: فجاءت ذات يوم فنام على فراشها فجاءت ذات يوم فنام على فراشها فأتت فقيل لها: هذا النبي صلى الله عليه وسلم نائم في بيتك على فراشه. فقالت: فجاءت وقد عرق واستنقع عرقه على قطعة أديم على الفراش، فقالت: ففتحت عتيدها كالصندوق الصغير يعني، فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قواريرها. ففزع النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تصنعين يا أم سليم؟ قالت: يا رسول الله نرجو بركته لصبياننا. قال: أصبتيه. وفيها جواز الاجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، والمسألة واقفة على الإصابة أو الخطأ، وهو الذي يقيم ذلك بأبي هو. عماد الفائدة الثالثة: يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.